السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة يا شباب إن شاء الله هنكمل كلامنا عن طائر البادجي، وهنتكلم النهاردة عن ما يتعلق بالطفرات بشكل عام. حابين بس الأول إن احنا نلقي نظرة كده عن أصل طائر البادجي أصلا في الطبيعة، اللي هو الطائر الأخضر النورمال الوايلد تايب بتاعته. الطائر الأخضر ده مفيهوش أي طفرات خالص، ده الطائر اللي احنا جايبينه من الإيه؟ جايبينه من الطبيعة قبل ما يخش الأطفال القفص. بعد ما الطائر ده دخل القفص حصل فيه كذا نوع من انواع الطفرات، طفرات اثرت على الحجم، طفرات اثرت على تركيبه الريش الخارجيه ليه، طفرات اثرت على اللون بتاعه نفسه. تمام، يعني احنا بقى ممكن ناخدهم واحده واحده كده مع بعضينا بالراحه، بحيث ان احنا نفهم وعايزين نفهم اكتر ليه مثلا في طائر بيبقى اغلى من طائر، ليه في طائر مثلا بيبقى سعره اعلى من طائر، اندر من طائر، الكلام ده كله احنا نفهم دلوقتي ايه الدنيا ان شاء الله. اول حاجه معانا الطفرات اللي متعلق بالحجم، هو في منه يعني طائر الاسترالي ده هو اصغر حاجه حجما، تمام، يليه بعد كده الطائر اليورك اللي هو اكبر شويه من الاسترالي واقل من الايه من الانجليزي، وهو واعلى حاجه في الحجم هي طائر الانجليزي. طائر الانجليزي طبعا في طائر عظمه قوي، ريشه كثيف وطويل، فبالتالي بيدي للطائر حجم مختلف خالص عن البادجي الاسترالي بتاعنا ده. فاحنا ان شاء الله كده ايه نتفرج على الصور اللي جايه دي، هنعرف بيها نفرق ما بين البادجي الاسترالي والبادجي اللي هو الايه الانجليزي. تمام، تاني نوع من انواع الطفرات يا شباب هي الطفرات تتعلق بالريش. طفرات الريش في كذا نوع من انواع الطفرات. اول طفره هي طفره الهجرمو، هي اغلى طفره موجوده في طفرات الريش. تمام، طفره الهجرمو دي عباره عن وردات بتظهر في ظهر البادجي. كل ما كانت الريش ده كثافته اكتر، طول الريشه اطول، بصمه الريشه نفسها، عرض الريشه افضل، كل ما كان الطائر ده يعتبر نادر واغلى في الايه في الثمن. تمام، وطبعا كل ما مثلا لو طائر هجرمه مثلا اجتمع مثلا دي طفره ايه طفره ريش، لو اجتمعت مع مثلا طفره اللي احنا قلناها من شويه طفره الانجليش مثلا، يبقى بس طائر بادج انجليزي ده يعتبر ايه طائر اندر واندر. كل ما تدخل طفرات مع بعضها تكون صعبه، نركب طفرات على بعضها صعبه، كل ما بيديك طائر اصعب في الانتاج واندر وسعره ايه وسعره اعلى. يبقى ده اول ايه ده اول حاجه في طفرات الريش. تاني نوع من طفرات الريش هي طفره الكورك، هو عباره عن ريش بيبقى موجود في ظهر البادجي ما بين الجناحين بالظبط، ريش واقف كده. تمام، وده طبعا هنشوف له صور كتيره ان شاء الله مع بعض اهو. ثالث نوع من انواع الطفرات هي طفره الشوشه، وفي منه كذا نوع من يعني كذا نوع من الشوش. في الطفت اللي هي تبقى مثلا الريش تبقى طالع بس في مقدمه الراس بتاع البادج كده، او ممكن يبقى من الجنب ده او من الجنب ده، هي ريش طالع بسيط جدا. تمام، تاني نوع من انواع الطفرات بتاعت الشوشه هي الشوشه اللي هاف شوشه، اللي هو بيبقى نص الدماغ بالظبط فيها شوشه كده. تمام، احنا طبعا بنتفرج على الصور مع بعض اهو وبنشوف. ثالث نوع من انواع الطفرات هي طفره الشوشه الكامله، طفرة الشوشة كاملة تبقى على الدماغ بإيه؟ بشكل كامل. تمام؟ تمام. دي بالنسبة لطفرات طفرات الريش. عندنا بقى نخش على طفرات اللون. طفرات اللون احنا قلنا ان اللون الرئيسي هو ايه البادجي الاخضر. البادجي الاخضر ده الريشه نفسها بتتكون من 3 طبقات، عشان كده بيظهر اخضر. اول طبقه هي طبقه الميلانين، هي الطبقه الاساسيه اصلا في الريشه اللي هي مسؤوله عن صبغه اللون الاسود. تمام، تاني طبقه هي طبقه الاسفنجيه، هي مسؤوله عن ايه عن اظهار اللون الازرق.
تالت طبقة هي طبقة السيتاسين اللي بره خالص، هي مسؤولة عن إظهار اللون الإيه الأصفر. تمام، كل ما بيحصل خلل في أي طبقة من الطبقات دي بيدينا نوع مختلف من البادج، لون مختلف من البادج. تمام، يعني مثلا لو حصل خلل في صبغة السيتاسين اللي بره بتاعت اللون الأصفر، لو حصل لها خلل وحصل اختزال جزئي ليها هيبدأ يظهر لنا اللون الجولدن، لو حصل اختزال أكتر هيبدأ يظهر لنا اللون اليلو، لو حصل اختزال تام هيبدأ يظهر لنا الطائر بلون أبيض. تمام؟ طيب لو دخلنا على الطبقة الإسفنجية، طبعا الطبقة الإسفنجية دي فيها عبارة عن حبيبات من الكيراتين جواها فراغات، وهي بتبدأ تمتص الضوء اللي جاي من بره، بتعمل زي ما نشوف بالظبط، تمتص الضوء اللي جاي من بره وبعد كده إيه تعكس اللون الأزرق بس. تمام؟ طب المساحة بتاعت الطبقة الإسفنجية دي كل ما بتقل كل ما بيختلف لون الإيه؟ درجة لون البادجي، يعني لو الطبقة لو هي سمكها الكامل بيظهر الطائر بلون سكاي بلو، لو الطبقة خفت شوية بيبدأ يظهر بلون كوبالت، ولو خفت خالص يبدأ يظهر بلون موف، ونفس الكلام برضو في الأخضر سواء كان يظهر بالأوليف أو الأخضر الغامق اللي هو الدارك جرين، أو يظهر باللي هو اللايت جرين. تمام، ده بالنسبة لإيه الطبقة الإسفنجية. عندنا طبقة الميلانين بقى هي مسؤولة عن طفرات عن اللون الأسود في البادجي بشكل عام، هي اللي بتأدي ظهور مثلا حاجة زي الهوريكال، حاجة زي الباندد، حاجة زي الأوبالاين بشكل عام، يعني هي مسؤولة عن توزيع اللون الأسود في الإيه في البادجي. ممكن طبعا يحصل لها اختزال جزئي مثلا فيظهر لنا طائر مثلا زي طائر التكساس مثلا، او ممكن برضو وممكن برضو يحصل فيها زيادة في الإفراز ده، فيبدأ ينتج لنا حاجة زي الأنثراسيت. تمام، ده بالنسبة لطفرات اللون بشكل عام، وإن شاء الله هنتفرج على كام صورة كده برضو للطفرات اللونية مع ذكر إيه كل لون بالاسم بتاعه، بحيث إن إحنا إيه الكلام ده يثبت في دماغنا. كده احنا الحمد لله شفنا كل طفرة باسمها، المفروض ان احنا بقى بنحفظ الطفرات دي كل طفرة لوحدها، بحيث ان احنا نبقى عارفين اسمه لما بنشوف صورته، مثلا نقول ده باندد، ده اوبلاين، ده الكلام ده مش هيجي الا بالخبرة وبالممارسة، واننا نشوف الايه الطائر كذا مرة. تمام، ان شاء الله بقى الفيديوهات الجاية هنبدأ نمسك كل طفرة من الطفرات اللونية دي، ونشوف بقى الطفرة دي هل هي سايدة ولا متنحية، ازاي انتج اللون ده، ازاي ان انا اقدر اطلع مثلا عصفور الباندد الجولدن او اطلع العصفور الرينبو مثلا. كل طفرة من الطفرات دي ان شاء الله او تركيبة هنبدأ ناخدها ونفصصها مع بعض كده، ونفهم اكتر ازاي نقدر نطلعها. تمام، ان شاء الله لو في اي حد عنده استفسار او عنده اي اسئلة يعني شرفنا بالكومنت سواء على الفيديو او في الجروب، ولو في برضو اي تعليق او كده يعني نتمنى ان احنا نسمعه، وما تنسوش تفعلوا الجرس واشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.